الحضرات السكون عندهم بسيط جديد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم انا نستمتع من النعمة تمامها ومن العصمة حرامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية نزولها ومن العيش أبعدا ومن العمر أسعدا ومن الإحسان أتما ومن الأنعام أعما ومن الفضل أحسن ومن الروح أبتعد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا بإعادة أجلنا وبزيادة آمالنا واطلب بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصرف سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا في إصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اشتعالنا وعليك توكلنا واعتمادنا وإلى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وعدنا في الدنيا بوجبات النجاة في يوم القيامة. اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار وعافنا واصرف عنا شر الأشرار ورقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا غفار يا الله يا الله يا الله. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وانا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تدخلوا علينا من الشعب انت ليس بها. اللهم انا نعوذ بك ان نموت في طلب الدنيا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتح.